للاطلاع أكثر على تداعيات الحركة الاحتجاجية في محافظة ذي قار تنضم معنا مباشرة الزميلة من هناك منى البدري. بداية مرحبا بك. يعني منى، ما الجديد لديك حول التظاهرات في المحافظة وهل هي متواصلة وأين تتركز تلك التظاهرات؟ تفضلي. اليوم السابع على التوالي تشهد محافظة ذي قار ازدياد وتيرة التظاهرات. قبل يومين قام مجموعة من المتظاهرين بحرق منزل النائب ناصر تركي في قضاء الشطرة، نتج عن ذلك وقوع أعمال عنف في القضاء بين المتظاهرين وحماية النائب، ما أوقعت 11 مصاب بينهم 3 من القوات الأمنية. لا زال المتظاهرون في الشطرة كذلك يحاولون حرق منزل الأمين العام لرئاسة الوزراء حميد الغزي لحد ليلة البارحة، لكن القوات الأمنية فرقتهم بالغاز المسيل للدموع والمنزل الآن محاط بقوة عسكرية لحمايته. أما في مدينة الناصرية مركز المحافظة تحديدا في ساحة شارع الحبوبي تشهد الساحة اعتصام آلاف من المعتصمين من الشرائح كافة، غلبت عليهم طلبة المدارس والجامعات التي هي معطلة الآن تماما لأن طلبة جميعهم والتدريسيين انضموا لساحة الاعتصام، كذلك كل الشرائح تعتصم في هذه الساحة، نقابة المحامين، نقابة الأطباء والمهندسين، واليوم نقابة الصحفيين. آلاف يقف للتضامن ضد هذه الحكومة لتلبية المطالب من كل الشرائح، رجال ونساء وأطفال. يعني يشهد الشارع ساحة عرس، أو انقلب شارع الحبوبي لساحة عرس تمارس به طقوس الرقص والغناء. يعني هل تم حصر خيام هناك مثلا وبدأت اعتصامات أم تظاهرات مستمرة؟ نعم، التظاهرات مستمرة، يوجد نصب خيام والمواكب هناك توزع الطعام مجانا طوال النهار من الصباح حتى منتصف الليل. الملفت للنظر أن حلاقين ناصرية نقلوا عملهم أيضا لساحة الاعتصام ليمارسوا عملهم بين المتظاهرين مجانا. أصبح ساحة الاعتصام ساحة للتنزه إقامتها الأجهزة الأمنية المشاركة في الطقوس في المساء، أيضا يتوافد المئات من العوائل وعامة الناس. الملفت للنظر أيضا عفوا أن الأيام الماضية بعد الساعة العاشرة يذهب الكل إلى بيته ويبقى عدد قليل من المعتصمين، الآن من الساعة العاشرة بالعكس يعني تبدأ الحشود بالتوافد من يوم أمس فقط وصل عدد المتظاهرين في الساحة أكثر من 10,000 يبقون حتى ما بعد منتصف الليل. أيضا بعض المتظاهرين يرابطون الآن منذ يومين في بناية استثمارية عبارة عن هيكل تبعد عن الحبوبي 200 أو 250 متر اسمها فرع المطعم التركي في الناصرية، ليكملوا بذلك ثورة أخوتهم في ساحة التحرير في بغداد، ويعلنون أيضا انتهاء الطائفية لأن ثورتهم ضمت كل الأطياف والمذاهب والأقليات في المحافظة. نعم زميلتي منى البدري من ذي قار كنت معي وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.